ممكن انا اسال حضراتكم سؤال الامام كلب؟ السؤال هو نفس السؤال اللي بيتسالنا احنا ككتاب، انا حابب اساله لحضراتكم ك يعني اساتذه افاضل وكقامات كبيره وفي نفس الوقت كقراء اعزاء، يعني انا افكر ان انا بتعلم منهم كثيرا يعني في تعليقاتهم او في الحوارات المباشره. السؤال ده بيتسالنا احنا لما بنيجي نكتب، وهو اشهر سؤال بيتسال لاي حد ماشي ومعدي في الشارع، احنا رايحين على فين؟ لا الحقيقه انا ما اقدرش اجاوب على هذا السؤال، لان لو اجبت على هذا السؤال هيبقى عندي مشكله كبيره جدا، اكبر بكتير من الاستاذ احمد. اكبر من الاستاذ احمد بكتير، من رد الاستاذ احمد، لان هو رد هيبقى رد، يعني انا واثق انه هيبقى رد من خلال ما يراه من موقعه يعني. انما الحقيقه احنا يعني عندنا مشكله ضخمه، انا ما زلت ارى ان احنا لسه في الحرب المزمنه، يعني لم نخرج من الحرب المزمنه، انما انا دائما متفائل، وبالذات بعد ما حدث في مصر خلال الثلاث سنوات الماضيه اثبتت انه الشعب المصري لن يقبل الا بما يرتضيه، وما يرتضيه لم نصل اليه بعد، وبالتالي امامنا لسه معارك طويله، اتمنى انه نتمكن من تجاوزها، وما زالت أمامنا بعض الصعوبات، إنما ثقتي في الشعب المصري ثقة لا تنتهي، وبالتالي آمل إن احنا نتمكن من الخروج من حرب مزنوقة في المستقبل القريب بإذن الله. وأنت سيدي سيف، بسأل حضرتك يعني من خلال معايشتك للتجارب اللي أنت كتبت عنها على مدار سنة كاملة في كتاب الحرب المزنوقة، بالتأكيد لديك ككاتب وكمؤلف الكتاب احساس ما عن طريقه الخروج من الحاره المزنوقه اللي احنا فيها ده، اذا كنت حضرتك شايف ان احنا لسه فيها، يعني مش عارف رايك احنا لسه فيها ولا خرجنا منها، احساسك ككاتب يعني احساسك ككاتب من خلال كتاب الحاره المزنوقه، هل ممكن حضرتك ممكن تيجي بعد كده تكتب كتاب يصف فيه المرحله بقى اللي هي ما بعد الحاره المزنوقه بعد ما خرجنا من عنق الزجاجه وخرجنا من هذه المشكله اللي احنا فيها؟ بغض النظر عن عنق الزجاجه ده لانه بيذكرنا بذكريات قديمه جدا، لان مصر في عنق الزجاجه بقى لها يعني 50 سنه، لكن لا ادعي يعني لا احب ادعاء الحكمه باثر رجعي، ولا احب ادعاء يعني معرفه مواطن الامور. كل اللي اقدر اقوله لحضرتك ان الحاره المزنوقه اللي احنا خرجنا منها كان مهم جدا ان احنا نخرج منها في هذا التوقيت وبهذه الطريقه، لكن المشكله في الفتره القادمه باقي الحواري المزنوقه اللي احنا فيها هنخرج منها ازاي؟ في رايي الشخصي ان ده لن يتم وفق كل كتب الثورات وكل التجارب الديمقراطيه اللي في كل دول العالم الا بتنفيذ الاستحقاقات اللي موجوده في خريطه المستقبل. في استحقاقين مهمين جدا محدش قرب منهم في خريطه المستقبل اللي اتعملت. واحد فيهم اسمه العداله الانتقاليه، وإذا تحدثنا عن العدالة الانتقالية فنحن لا يجب أبدا أن ننسى أن هذه العدالة الانتقالية يجب أن تبدأ من اللحظة اللي ظننا فيها، وليس كل الظن إثم، أن ثورتنا الأم 25 يناير نجحت، فيجب أن تكون هناك عدالة انتقالية من اللحظة اللي قلنا فيها سقط نظام حسني مبارك اللي هو من يوم 11 فبراير 2011 وحتى الآن، ده رقم واحد. رقم اثنين، ما هو موجود ايضا في خريطه المستقبل تحت بند او تحت عنوان كبير اسمه ميثاق الشرف الاعلامي. فاذا كنا نتحدث عن تشكيل وعي هذا البلد بعد مرحلتين مهمين زي ده، واذا كنا نريد فض الاشتباك الشديد اللي موجود للاسف الشديد لغايه دلوقتي بالناس كثيره بقى عندهم قدره على استخدام العنف اللفظي في حتى تعليقاتهم على المقالات العادية، والظن أن كل ما يروه من وجهة نظرهم هو حقيقة مطلقة لا يجوز المساس بها حتى لو كان مخطئ في حكمه على رأي الكاتب اللي بيكتب أو حتى على رأي السياسي أو قائد الرأي أو 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 أو، لكن أنا أظن أن ميثاق الشرف الإعلامي هو اللي هيساعدنا أن احنا كمان نرتب أولوياتنا، ودي حاجة مهمة في نظريات الإعلام، أن أنت قادر على ترتيب أولويات الناس. اعتقد ان ترتيب اولويات الناس دلوقتي يجي رقم واحد في بناء بلد، بناء دوله، وفي نفس الاولويه في هي فكره العداله الانتقاليه اللي لازم تدي امل لناس كثيره جدا جدا، لانها اذا حدثت واذا سادت دوله القانون بحق فنحن امام استحقاق مهم جدا طلبنا به من مئات السنين مش من ثوره يناير. ماذا يا فندم عن العداله الاجتماعيه؟
هي كانت مطلب ثورة يناير الأساسي، عيش حرية عدالة اجتماعية. أنا حاجة شايف إن إحنا يعني في الطريق برضو أو في ما يبشر بأنه ممكن يحصل عدالة اجتماعية في فيما هو قادم إن شاء الله. أتمنى إنه يحصل ده، أتمنى إنه يحصل ده. وأنا معجب بأداء واحد مش عارف ليه كل اللي أعجب بيهم يحصل لهم حاجة، لكن هو النهاردة بيقولوا هيئة استقالته الدكتور زياد بهاء الدين. لكن هو كان عمل مؤتمر صحفي قبل أسبوع من دلوقتي، وكان بيتكلم فيه عما فعلته الحكومة وتحديدا المجموعة الاقتصادية في الحكومة اللي هو أحد أفرادها خلال فترة ما بعد 30 يونيو. الحقيقة أن أنا تفائلت بما سمعت وبما رأيت. الشيء الذي سيجعلني أكثر تفاؤلا من هذا التفاؤل اللي أنا بقول لك عليه دوت، إن كل ما له علاقة بالاقتصاد يترجم في معاملة يومية يشعر بها المواطن البسيط على الأرض. الناس اللي لا يهمها الإخوان ولا يهمها السيسي ولا يهمها الثورة، ولا الناس التي لا يهمها سوى إن هي تبات مسطورة. الناس اللي أقصى مشاكلها إنه مش عارف يجوز ابنه لأنه مش عارف يجيب له شقة، أو مش عارف يوظف بنته بعد ما رباها وفضل يصرف عليها. الناس اللي لازم تبان اللي هو معظمهم يعني أو معظمنا ولاد الناس دي بشكل أو بآخر، أو إخواتنا أو تعاملوا معنا وتعاملنا معهم بشكل أو بآخر. فإذا تحققت هذه الإجراءات الاقتصادية على أرض الواقع بحيث يستفيد منها الناس دي، ساعتها فقط نستطيع أن نقول إن إحنا يعني ماضيين على الطريق الصحيح. وساعتها أنا رأيي الشخصي يعني ما أعرفش حضراتكم تتفقوا معايا ولا لأ، أن المعادلة السياسية دائما في حالة تغيير. الطرف الوحيد الذي لا يستطيع أحد أن يقصيه من المعادلة السياسية مهما فعل هم الناس. فإذا كان الناس هم الطرف الأساسي في المعادلة السياسية فيجب أن نلتفت إلى الناس. أرجو من الفترة القادمة يتم فض الاشتباك بين الصراعات المختلفة والأجنحة المختلفة والاستقطاب اللي بقى موجود، ونوجه حياتنا كلها للعمل والتنمية في سبيل الناس، وأن الناس يحسوا بها. ساعتها هيبقى في حاجة كويسة جدا في البلد. شكرا لنادي، وعايز اقول لك بسبب الدور اللي مشرفنا النهارده، بجانب ان هم اشاروا لاستمتاعهم بكتابات حضرتك ككاتب واستمتاعهم بادائك الاعلامي، عايز اضيف على الملحوظات اللي هم تشرفوا وتفضلوا بيها. ملحوظه ثانيه في ملحوظه ثانيه مهمه يمكن البعض ما يعرفهاش، ان حضرتك اكاديمي وليك فضل كبير على عدد هائل من الطلاب اللي بتلمزوا على ايد حضرتك، وانا كنت واحد من التلامذه دول اللي تشرفوا ان هم تلمزوا على ايد حضرتك في جامعه حلوان كليه الاداب قسم الاعلام، واحد الناس اللي استمتعوا بادائك السهل الممتنع في المحاضرات، وازاي انت بتوصل المعلومه بشكل جميل وبشكل ممتع، وازاي حضرتك حريص ان يكون عملك في ميزان حسناتك، ازاي ان انت حريص ان انت دايما ترسي قيم ومبادئ عشان تعلمها لجيل الاعلامي اللي هو خارج في المستقبل، وازاي ان هو يكون حريص ان هو يقدم رساله وشرف، وازاي ان حضرتك بذلت مجهود كبير جدا ان انت تاخد بايد عدد كبير من طلابك، ان انت مش بس بتعلمهم. صح، هعيط يعني. دي كلمه حقيقيه ودي شهاده انا يعني ملزم ان انا اقولها، بما ان انا واحد تلمست على ايد حضرتك وكل ده انا لمسته بنفسي. قد ايه كنت بتساعد الطلاب ان هم يروحوا يتدربوا في مؤسسات صحفيه، قد ايه كان محتاج اي ملحوظه او اي مساعده او اي رقم مصدر مش عارف يوصل له، ازاي كنت بتعرفهم ان هو يكون عندهم طريقه تفكير مختلفه بره الصندوق، ازاي يكتب كتابات مختلفه مش كتابات تقليديه، خاصه ان الصحافه عندنا في مصر للاسف معظم العاملين فيها دخلاء على المهنه ودخلاء على الميثاق اللي المفروض ان احنا نكون كلنا ماشيين عليه. فدي مقدمه لابد منها كان لازم اقولها كواحد من التلامذه بتاعتك اللي انا يعني ما بين يوم الفضل. ده رقم واحد. رقم اثنين، حضرتك في الكتاب بتاعك يعني كل المقالات كلها في الحقيقه اكتر من رائعه، وانا استمتعت بقراءتها لما كانت بتنزل في جريده الوطن، في مقاله بعتبره اهمهم على الاطلاق من وجهه نظري، من يفضل الخناقه في مصر، واتكلمت فيها عن انواع الشخصيات اللي هم بيفضوا الخناقه او اللي هم بيكون ليهم دور مؤثر في الخناقه. بما ان احنا دلوقتي عايشين في عركه كبيره او في خناقه كبيره زي ما حضرتك قلت، يا ريت حضرتك يعني تشرفنا وتمتعنا ان انت تقرا جزء من المقال وتتكلم عن فكره فض الخناق. مين المسؤول عن فض الخناق؟ اقول كلامك ده يعني يكون اشكرك على كلامك، يعني مش لاقي وصف للكلام ده. وفكره المساعده انا بشوف ان ده واجب على الجميع، وانا واحد من الناس اتعلمت من اساتذتي اكتر من اللي كنت بعمله مع الطلبه.
صحيح كان ليه التاتش بتاعي في فكرة ان انا اخلي في المحاضرة بتاعتي في اكل بيتجاب من الطلبة لما بيتعاقبوا يا استاذ حمدي كانوا بيطبخوا يجيبوا الطلبة اللي بيتعاقبوا عشان ما عملوش التكليفات بتاعتهم كانوا بيطبخوا يجيبوا الاكل فيأكلوا الدفعة كلها عقابا ليهم فبدا يبقى في جو اليف كده وجو حبيبي بين الناس والناس بدات يعني تحب المادة فيحبوا الكتابة فالحمد لله الدفعة بتاعت شريف مثلا على سبيل المثال موجودين في اكتر من قناة فضائية واكتر من جريدة وعاملين شغل مختار. اما فيما يتعلق بالجزء بتاع فض الخناق شريف دفعة 2004 ولا 5 2005 شريف من اوائل الدفعة انا بدرس في الجامعة من 2001 شريف درست له في سنة اولى وفي ثانية وفي ثالثة وفي رابعة فيعني قد يكون ده جزء من الحماس شريف ليا واشكره على هذا الحماس 17 كيف نفض الخناقة في مصر؟ هذا السؤال يمكنك الإجابة عليه حين تكون ابن بلد حقيقيا فمصر الآن في خناقة كبيرة تجعلك تتذكر خناقات الشوارع التي كنا نشاهدها حين كنا صغارا ولا نعرف من على الحق ومن على الباطل ولذلك كنت ترى نماذج غريبة وسط الخناقة المقال ده كان في فترة سابقة نموذج احنا نروح الاسم وينطلق هؤلاء من مبدأ اللي له حق ياخده وإن اللي مربهوش أبوه وأمه تربيه الحكومة وانتهي الأمر في النهاية بالتصالح بعد تهديد الطرفين بالبهدلة التي ستلحق بهما في الاسم لكنها تستمر إذا كان المروح للاسم في صالح أحد الطرفين لأن له معرفه هناك نموذج عايزين دم عايزين دم وهم ناس تنفخ في الخناقة وتقوم بتسخين الطرفين لتشاهد الدم وربما تخرج موبايلاتها وتجلس تصور الأمر وحين يقع ضحية تقول لا حول ولا قوة إلا بالله نموذج صلوا على النبي المال وهو ناس تحاول فض الخناقة عن طريق تذكير الناس بربنا وبالدين وبالأخلاق وما إن يصلي أحدهم على النبي حتى تهدأ الخناقة لكنها تشتعل أكثر حين يطنش طرفا الخناقة حين يطنش طرف الخناقة سيدنا الشيخ ليدخل الشيخ هو أيضا في الخناقة اعتراضا على الإساءة له وللدين رغم أن الدين لم يكن طرفا في الخناقة أصلا لكنه لبسك حق نموذج بطل ياض لعب عيال انت وهو وفي الغالب يكون رجل حكيم هو صاحب هذه العبارة لكنه ليس مجرد رجل حكيم وخلاص وإنما ذو هيبة وذو شأن يرتدع له الجميع بمنطق اللي ملوش كبير يشتروا له كبير نموذج المية لمؤاخذة وهو نموذج من ربات البيوت ورجال المنطقة يشاهدون الخناقة بشغف في بادئ الأمر في انتظار أن تضع أوزارها ثم لا يعجبهم تبادل الطرفين وطول الخناقة ووجع دماغها ولذلك يأتون بمية لمؤاخذة ويقذفونها على الجميع من البلكونة حسنا مصر الآن في خناقة كبيرة لا نستطيع فيها الذهاب للإسم الحكم إما لأنه محروق أو لأنه مسيس لصالح الإخوان أو غير مؤهل للحكم في الخناقة إذ يستسهل فيفتح النار على الجميع كما أن العديد من الناس والجهات والمستفيدين من تغيير الأوضاع وبعض وسائل الإعلام تلعب دور عايزين دم للنفخ في الخناقة فإذا أضفنا نموذج صلوا على النبي المال الذي كان يمكن أن يلعبه الأزهر لكن تم تهميشه وتسييسه وتناقش قرارات مجمع البحوث الإسلامية بشأن الصفوف لا لشيء إلا تبرير صفقة مشبوهة وإذا وضعنا في الاعتبار أن رجال الدين الآن أصبحوا مسيسين ربما بالكامل للدرجة التي لا تسمح لهم بفض الخناقة سنكتشف أن نموذج الرجل الحكيم بتاع بطل لعب عيال يا ابن انت وهو انقرض أصلا فمصر ليس فيها كبير أو شخص لم تطله بشلة تخوين من هنا أو هناك لتظل معلمة عليه تصبح نتيجة أن الناس العادية البسيطة زهقت من الرئاسة والإخوان والسلفيين والمعارضة والثورة والثوار وتتمنى أن تلقي بمية لمؤاخذة على الكل كليلة لا سيما أن ما ينطبق على الصراع السياسي الآن في مصر هو أغنية إسماعيل ياسين وشكوكه لا انت القرد لا هو القرد لا انت لا انت لا انت القرد لا هو لا هو لا هو القرد ولا احد يدرك ان الاحمر لون مؤثره القروض كما انه للاسف الشديد لون الدم الذي ما زال يراق ولا احد يوقفه المخربون موجودون ومعروفون ومن يعطي لهم حق الخناق باسم الثوره عليه الا يبكي حين يعطي بعضهم الحق لمخربين اخرين باسم الجهاد ومن يبرر العنف والتخريب لصالح الثورة عليه أن يلوم ألا يلوم أحدا حين يتبع نفس المنهج من التيار الآخر والنتيجة النهائية أن الخناقة هي المستمرة وليست الثورة يهل الله اللي هنا ستتوقف الخناقة حين تكف الجماعة عن نهضتها
وحين تكف الجبهة عن الأنقاذ ولسان حال الكثيرين الآن هو ضيعت البلد يا أولادي وضع ما تريد مكان النقط ولن يكون كافيا أبدا.